المركز الثالث 7:53 من الثانية لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. ثانينا والناموس لعلي بن خلفان بشاوي الأغفلي. ثانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر والانطلاقات تتواصل على أرضية هذا الميدان. متابعينا مستمعينا الأفاضل في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا 13 بمجموع الأشواط. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة وتقدم مع الإبكار من هجن أصحاب السمو وشيوخ. ننطلق مع المراكز الأولى. اتقدم مع فرع المركز الاول لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم. طارش بن مبارك بن القوبع في عمليه التضمير والتدريب. المركز الثاني وتابع هقاوي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد ال الهيان. الصادق فضل الامين في المتابعه. المركز الثالث المركز الثالث وتابع في هذه الانطلاقات وصول من قبل وتحدي من الشاهينية القادمة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. رابعا الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. خامسا هملولة من هجن الرياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. المركز السادس وتابع الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. الدور دور المركز السابع. المركز السابع وتابع في هذه اللحظات هذه القادمة حورية لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وعلي بن خلفان بشاوي الأغفلية. في المتابعة وصول كذلك من قبل جبارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عبيد بن محمد بن ضبيعة الاكتبي في المتابعة في عملية التضمير والتدريب. والمركز التاسع المركز التاسع الخوارة لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد مختار بن احمد بن عبد الملك في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة. هكذا نتيجتنا ما بعد انطلاقة هذه الاسماء والشعارات انطلاقة شوطنا 13 بمجموع الاشواط. عودة مع الصدارة. عودة مع المقدمة. عودة مع التغيير الذي طرى وجرى مع 3 كيلومترات اللي غيرت الشاهينية من هجن العاصفة. تقدمت تحمل هنا شعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالية. المركز الثاني أتابع المركز الثاني وصول في هذه اللحظات من هقاوي. هقاوي لاسمه شيخ محمد بن ذياب بن سيفال الهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة. والمركز الثالث وصول من افراح على ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم بمتابعة طارش بن مبارك بالقوبع. المركز الرابع المركز الرابع لهجنة العاصفة الشاهينية بمتابعة غياث الهلالية. المركز الخامس هملولة من هجنة رياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد في عملية التضمير. الدور دور المركز السادس المجموعة الثانية بقيادة جبارة عايدة ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم. عبيد بن محمد بن ضبيعة من يتابع جبارة في عملية التضمير. سابع المراكز الشاهينية القادمة من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالية. وصلت حورية انطلقت حورية بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وعلي بن خلفان بشاوي الأغفلية. وصول كذلك من الخوارة على المركز التاسع الخوارة لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد مختار بن أحمد بن عبد الملك في المتابعة في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي نتيجتنا الثانية للمراكز الأولى المتقدمة في أمسية هذه الليلة في انطلاقات سن الإذاعة. عودة مع الصدارة. عودة مع المقدمة مع المركز الأول. هقاوي 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 اللي غيرته. هقاوي على المركز الأول. النجمة العيناوية على المركز الأول.
الهقاوي اللي اسمه شيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان. يتقدم الصادق فضل الامين ينطلق مع هقاوي على المركز الاول قائدا لمسار هذا الشوط. قدم دندنه وقدم ميجنه مع هذا الشعار في امسيه هذه الليله بشعار سمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان. يتابعنا الصادق فضل الامين المركز الثاني. هملوله هملوله قادمه هملوله من اجنه رياسه حمدان بن محمد بن مروشد في المتابعه وقادمه الشاهينيه. الشاهينيه وصلت في هذه اللحظات من اجنه العاصفه بقياده غياث الهلالي. افراح تنضم مع هذه الاسماء لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم بقياده طارش بن مبارك بالقوبع من الجانب الاخر. نتابع جبار لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم بمتابعه عبيد بن محمد بن ضبيعة. الكيلومتر الاخير وصلت الاسماء. وصل مختار مختار بن احمد بن عبد الملك مع الخواره وبن عثلاب لمعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد. وصول من علي بن خلفان بالشاوي الغفلي يدفع بحوريه القادمه حوريه لاسمه الشيخ راشد بن سعود المعله وهجن العاصفه قادمه بثلاثيه مع غياث الهلاليه. ولكن اعود الى الصداره اعود الى المركز الاول. هقاوي تقترب من المقصوره الرئيسيه والمقصوره الرئيسيه تقترب من هقاوي. هقاوي 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 ولكن القادمه القادمه الخواره الخواره قادمه الخواره قادمه. احذر يا صادق وصل مختار وصل مضمر علاج اللي روح بعلاج مع اول اشواطنا في يوم اللمسه في سن اللقايه. قادم مع الخواره على المركز الثاني. ولكن شعار ميجنه شعار دندنه شعار العديد والعديد من الاسماء اللي قدمهن هذا الشعار الصادق فضل الامين النجمه العيناويه في داخلها. هنا هنا النواميس تهانينا والناموس لاسمه الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان. تهانينا وناموس للصادق فضل الامين المركز الثاني. الخوار المعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد هجن العاصفة على المركز الثالث والرابع والخامس. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت الزمني عودة مع التوقيت الزمني لحظات وصول شعار سمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان. تهانينا والناموس كذلك المضمر الصادق فضل الامين. هذه هقاوي 7 دقائق 55 ثلاثة اجزاء من الثانية. المركز الثاني خوارة لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد. شكرا مختار بن احمد بن عبد الملك 7 دقائق 56 جزء واحد من الثانية. المركز الثالث نتابع شاهينية من هجنة العاصفة. شكرا غياث الهلالي على المتابعة 7 58 6 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.